في التسعينة في المقص الشمال في ارتفاع وفي زاوية صعبة جدا جدا على شريف إكرامي اللاعب الثامن اللاعب الكاميروني اللي اتكلمت عنه، قلت لكم هو أخطر لاعب موجود مع فريق الشاين ومع اللاعب أذوكا بمهارة باستلام بدوران بتصويبة يحطها فين؟ في عش دبابير. واحد فريق سانشاين، اثنين النادي الأهلي، حطها جميلة وسط حراسة من لاعبي النادي الأهلي. ادي الإعادة، ادي التعاون بين اللاعب أوجو مع اللاعب الثامن، استلام بدوران بتصويبة حلوة قوي، تصويبة حلوة قوي في صعب في مكان صعب. واحد سانشاين، اثنين النادي الأهلي.